ريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة انا هعمل لكم الملوخية المصري بالطريقة المصرية الاصيلة، وبتطلع حلوة لا واقعة بقى في الشوربة تحت والشوربة فوق، ولا خفيفة ولا اي حاجة، هي ليها تكات كده بسيطة وتركات انا هقولها لكم ان شاء الله. انا اول حاجة عندي هعملها انا النهاردة بالملوخية المفرزة السريعة، وهقول لكم ازاي برضو عشان تطلع بالظبط زي الملوخية الخضراء لما هنعملها بالمفرزة. وعندي معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، وعندي توم عشان هعمل لها التقلية بتاعتها، وهقراها لكم ازاي وفي انهي مرحلة بنعمل التقلية. وعندي دي هنا هاخد المرق، انا سلقت الفرخة اهو، شوف المرق جميل ازاي ما شاء الله. هاخد المرق بتاع الفرخة اللي انا سلقتها وريحته حلوة، هاخده وهعمل بيه الملوخية بتاعتي، لان هي بتبقى حلوة قوي لما بتبقى معمولة بمرق، يكون مرق طبيعي مش مرق الدجاج، بتبقى احلى بكتير قوي. فيلا روح على البوتاجاز واوريها لكم ازاي. اول حاجة انا هصفي المرق بتاعي بتاع الدجاج، يعني ان انا هعمله بالمرق اهو بالدجاج، باي مرق انت عايزاه بس لازم نصفيه. هاخد شوية اهو من المرق كده، هبدا اصفيه، خد شويه بالشكل ده كده ونرفعها على البوتاجاز. وكنت عايزه اقول لكم برده ملحوظه قبل ما نروح البوتاجاز، ان انا لما هعملها بالمفرزه طلعيها شويه تفك، يعني الافضل بدل ما تقعدي والشوربه سخنه وتقعدي تحاربي فيها انها تفك عشان تبقى ناجحه وحلوه ولونها اخضر، ما تسودش. الافضل اللي هي الملوخيه الخضراء دي طلعيها اللي هي المتفرزه، طلعيها شويه تفك من التلاجة شويه قبل ما تشتغلي ايه فيها. ادي هي الملوخيه، هي المتفرزه انا حطيتها شويه تفك شويه، بصوا بتبقى خضراء وحلوه، وعلى فكره نفس النتيجه برضو زي الخضراء، مفيش اي مشكله اهي، وبتسرع برضو في الوقت لانها يعني مفرومه وجاهزه. بس هي ليها بس التركايه في التسويه، هوريها لكم هتطلع لونها خضرة وقوامها حلو، ولا الشوربه طالعه فوق ولا طالعه والملوخيه تحت ولا اي حاجه اهو. انا لسه ما فتحتش البوتاجاز، انا حطيت بس الملوخيه اول حاجه، لسه ما ولعتش العين عشان ايه تبقوا عارفين. ما تولعيش العين دلوقتي البوتاجاز او النار دلوقتي، انا هقول لك امتى. انا حطيت اهو الملوخيه بتاعتي تمام. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل اهو بالشوربه بتاعتي واشوف واخفف، اشوف القوام اللي انا عايزاه، مش انزل مره واحده بالشوربه لا، انا اشوف القوام وافكها كده، فكفكها كده اهي وافكفكها. ولو هناكلها بالعيش طبعا لازم قوامها يكون تقيل شويه عشان نعرف نجيبها بالعيش. لو عايزه تاكليها بالرز، هو طبعا الملوخيه في جميع الحالات يحبذ ان هي ما تبقاش خفيفه قوي، يعني تبقى متوسطه. خلاص اهو هخفف تاني، هي كده لسه عايزه تتخفف تاني، يعني بعرف بالطريقه دي انا قوام الملوخيه ايه اللي انا عايزاه. لكن الغلط انك تحط الشوربه الاول وبعدين عليها الملوخيه، طب افرض الشوربه زياده فالملوخيه هتبقى يعني خفيفه او تسقط تحت، فلا الحركه دي احسن طريقه للملوخيه. بصوا عامله ازاي، وافكفك كده وافكفك كده، خلاص لسه برضو عايزه شويه شوربه كمان. فانت كده بتعرفي تتحكمي في مقدار شوربتك وفي مقدار القوام، ولا هتنزل بقى تحت ولا هتطلع فوق اهو. انا لسه ما فتحتش النار، خلي بالكم هقول لكم امتى هنفتح النار. هي كده كده الشوربه اهي سخنه اهي بتفكفكها لي، لان الملوخيه مش هغليها، ما بتتغليش. هوريكم برده التركايه امتى اعرف ان هي استوت. انا اهو بفكفكها، خلاص كده هي فكفكت اهي، لان الشوربه ايه كانت كمان سخنه وانا مطلعاها الاحسن المفرزه بتطلعها من قبل. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هعطر شويه بس الملوخيه، هحط سنه من الكزبره بتاعه التقليه، سنه كده بسيطه اهو كده في قلبها عشان اعطرها، وسنه من الثوم، الثوم اللي هو المفروم اهو، دول حوالي 4 فصوص ثوم كبار مفرومين، احط اهو سنه كده منهم عشان بس اديها تعطير ريحه وهي بتتعمل. وطبعا بتقي ملحها، بتشوفي ملحها عايزه ملح، عايزه حاجه بتحط لها. انا لسه برضو ما فتحتش النار، وهحط سنه كمون بسيطه قوي كده، سنه بسيطه قوي مش كتير، خلاص لان كده كده الشوربه اللي احنا حاطينها فيها طبعا ايه بهاراتها، بس دي بتعزز برضو الطعم شويه اهي. بصوا القوام وبصوا خضرة وجميله ازاي. هبدا اهي دلوقتي خلاص فكفكت، خلاص الملوخيه بتاعتي مفرزه، هبدا افتح ايه عين الايه عين البوتاجاز، عين البوتاجاز
ابدا اهو العين على نار مش عاليه، نار مش عاليه خالص ومش هتغلي. اول ما تخش في الغليان هطفي عليها. اول ما تخش اهو بكرر تاني في الغليان. الملوخيه ما بتغليش، الملوخيه لو غليت هتسقط تحت والشوربه هتطلع فوق، واحنا مش عايزين كده. هي اول ما هتخش في الغليان، اول ما الاقيها هاله هتقول يا هادي يا غليان، ادفع على طول. اهي الملوخيه اهي بدات اهي بتدخل على الغليان. اول ما تبدا اهي هتدخل، شايفينها اهي، اهي بدات تطلع اهي من تحت زي بقليله بتتحرك، هتدخل على الغليان. هي اصلا ما بتستحملش سوا، هي بتبقى اصلا الملوخيه من الاوراق النباتات اللي هي بتبقى اصلا مش يعني زي دوبك بس تشم بس النار بسيط قوي على النار تلاقيها استوت. فخلاص هشيلها بقى من على النار، يا دوبك اهي بتدخل في الغليان هشيلها من على النار على طول على عين تانية سخنة، ومش هغطيها عشان تحتفظ ان هي تبقى خضراء لحد لما اسيبها شوية تهدى شوية، وبعدين ابدأ اعمل لها الطشة بتاعتها. ابدأ بقى اعمل لها الطشة، هبدأ اعمل لها الطشة بتاعتها. عندي زي زبدة على زيت، ممكن تستعملي سمنة اللي انت عايزاه، سمنة بس. انا حطيت هنا زبدة على قطعة زبدة صغيرة على زيت. اول حاجة هنزل بالثوم بتاعي اهي، تبقى طشة الملوخية ريحتها مميزة معروفة من زمان. اهو هنزل بالثوم واديله تحميرة بس مش كتير عشان الثوم ما يمررش، يا دوبك بس كده يتشوح، يتشوح كده الاول الثوم، وبعدين انزل بالكزبرة لان الكزبرة بتتحرق بسرعة. اهو كده، ولما بدأ اهو الثوم يخش شوية يعني يتشوح كده زي تحسي بيعمل صوت كأنه بيتحمر شوية في السمنة، هنزل اهو بالكزبرة بتاعتي واشوحهم. ما شوحش قوي عشان الثوم ما يمررش، يا دوبك بس كده تشمي، اما تشم لها ريحة قوية كده بس، ريحة الكزبرة مع الثوم. بدأ هم خلاص هم يتشوحوا، هنزل اهو بالطشة على الملوخية. في ناس بتشهق ده موروث ثقافي كده، اعمل كده طشة كده واعمل كده، يعني سمين وبيشهقوا في الحتة دي كده، يعني ده موروث ثقافي مصري. اهو كده اعمل كده اهو، سامعين الطشة، وبعدين انزل بيها كده بالشكل ده كده، واغطي واغطي الملوخية بتاعتي عشان تشرب الطشة يعني تتشبع من الطشة. اهي الملوخية اهي من قلب الحلة ما شاء الله، هي خضرة ومش واقعة تحت ولا حاجة. اتبعوا بس الخطوات اللي انا قلتها لكم، انا اتعلمتها دي من اختي الكبيرة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب، بتعمل احلى ملوخية. وفعلا دي طريقة بالتركات الناجحة لأحلى ملوخية مصرية تاكلوها. احنا مشهورين بالملوخية وكل الأجانب بيحبها، وأي حد ياكلها مننا يعني يسأل، دي يعني بجد من وصفات المطبخ المصري الرائعة، وجربوها وإن شاء الله هتعجبكم أوي.